السلام عليكم. هذا الفيديو موجه للمشاركة في مسابقة بودكاست عربية. عاونوني بلايك، عاونوني ببارتاج، شاركوا هذا الفيديو قد ما تقدوا باش نربح ان شاء الله بالمساعدة تاعكم اذا حبيتوا طبعا، واذا عجبكم هذا الفيديو. اليوم غادي نهضروا على يوتيوب، على مشاكل يوتيوب، على الاجواء في يوتيوب في العالم العربي وفي الجزائر بالخصوص، عن طريق حوار وهمي بيني وبين مدير اعمال يوتيوب. تابعوا مع الفيديو ان شاء الله يعجبكم. بيس. السلام عليكم. بعد ما التقى باليوتيوبر كيسي نيستات في الولايات المتحدة. All right, welcome. Have you ever made a YouTube video before? No, it's my first one. أبي نور ستارز في دبي. So اليوم الفيديو كتير مميز، مقابلة جدا مميزة مع رئيس الأعمال في يوتيوب روبرت كينسل. وبي تان ماي في الهند. Today I'm with the one and only Mr. Robert Kinsel. Hello, welcome to the IB podcast. اليوم نحن نستضيف أيضا مدير أعمال يوتيوب روبرت كينسي لأول مرة في الجزائر وحصريا على قناتنا باش نحكو على الأوضاع في يوتيوب في الجزائر وفي العالم العربي عموما. مرحبا بك روبرت. هلا مومو. كيفاش لقيت الجزائر؟ It's an amazing country. I've experienced four seasons in a single day. شفت حتى ما عرفناش واش نلبسو. Yeah, and I love the way you decorate your streets and trees with blue plastic bags. وي هذه طريقة دايرين احنا للحفاظ على البيئة، راك شايف في بلاصة اللي نرموا الساشيات نزينوا بهم المحيط، راك فاهمني. That's amazing. We should do that in America too. Of course. روبرت، في البداية قلنا رأيك في اليوتيوب الجزائري والعربي عموما. I can say that it's great. Lot of scandals, lot of superstition, lot of fake news, and that means a lot of views and of money for us, for YouTube and for you, the creators. وبالزاف حمقى يديروا في أشياء حمقى. Yeah, I know, right. لكن روبرت، هل هذا فعلا هو المحتوى اللي يبحث عليه يوتيوب ويشجعه يوتيوب؟ Well, honestly, we don't care about it. We care about money. But it's the user who decides what's good and what's not. So if a video gets to number one on trend, then that means that people enjoyed it a lot, liked it a lot, and shared it a lot. So you may not like that particular video, but for other users, for millions of other users, it's a good video. معقول جدا. لكن حتى اليوتيوبر الجزائري اللي عنده ملايين المشاهدات يعاني من نقص فادح في المداخيل، واش هو السبب تاع هذا الشيء؟ Well, for some reason, brands in your region are not interested in running ads on YouTube, except maybe for Zriya Chihuahua. فعلا في 2018 ومازال كاين شركات يديروا اعلانات في التلفزيون وما يديروهاش في الانترنت، ما فهمتش علاش. I don't know either. An ad on YouTube is much cheaper than advertisement on television. But maybe someone in the audience has an answer to this question. ربما اللي يعرف يقولنا في التعليقات علاش المعلنين الجزائريين يديروا اعلانات في التلفزيون وما يديروش على الانترنت. لكن روبرت، كاين اللي ما يفهمش العلاقة ما بين الاعلانات وما بين المداخيل تاع اليوتيوبرز، نجم تفهمنا في هذه النقطة؟ Well, it's pretty simple. Brands pay us to run ads on videos on YouTube, and from that money we pay our creators. So no ads, no revenue. That's it. هذه هي بكل بساطة. في لقائك مع كيسي نيستات قلت بأن حرية التعبير من أهم أولويات يوتيوب، لكن شفنا مع الأزمات الأخيرة ومع ضغط المعلنين كاين قنوات تغلقت وكاين قنوات اللي راها تعاني من نقص في المداخل بسبب هذه الأزمات، خاصة القنوات اللي تتطرق لمواضيع اجتماعية وسياسية. Yeah, well, it's very hard to please everyone. YouTube is also under pressure from different powers. Some content is not advertiser friendly, it's not suitable for advertisers. But if a video is not against our community guidelines, no violence, no hate speech, etc., it will remain online even with no ads running on it. هذا صحيح، لكن المشكلة أن القنوات اللي يروح لها الدخل غادي ما تقدرش تغطي تكاليف الإنتاج وممكن تتوقف. Yeah, of course. That's why channels must think of other ways to fund their work. Of course, a lot of creators already do that.
اوكي خلينا نبدل الموضوع. هل هناك مشاريع ليوتيوب في الجزائر؟ Well, I'm pleased to announce for the first time exclusively for you that we'll be launching soon YouTube Red in Algeria. واو فعلا خبر حصري هذا. اللي ما يعرفش يوتيوب ريد هو خدمة يقدمها يوتيوب وين تنجم تخلص بعد ما تخلص اشتراك شهري تتفرج الفيديوهات بدون اعلانات زائد تشوف برامج حصرية اللي تلقاهم في يوتيوب ريد فقط ما تلقاهمش في مكان اخر. ياك مانيش غلط روبرت؟ No, that's right. Exclusive programs from the biggest stars in your country. واو حمسني نعرف شكون هما النجوم اللي غادي يكونوا في يوتيوب راد عند افتتاحه. Oh, I'll tell you two of them and you and the audience you guess the rest. Anoush Mafia and Shabba Sabah. Oh, لقد افتجعتني على بالك. بصح هذيك هي زعما سي لوجيك. روبرت هل هناك رسالة تحب توجهها للجزائريين في الأخير؟ Oh, one small thing. Just please stop watching reaction videos. واو فعلا انها نصيحة من ذهب. شكرا روبرت. You're welcome. حاب نهدي لك هذا المصحف من عندي بالك يهديك ربي وتدخل في الاسلام. راك واضي؟ نو او دوماج للاسف يبدو انك ستدخل نار جهنم والعياذ بالله. اذا هنا ينتهي لقاؤنا الوهمي مع روبرت كينسل مدير اعمال يوتيوب. ديروا لي لايك شاركوا هذا الفيديو قد ما تقدوا باش ان شاء الله نربحوا في هذا المسابقه. تحت ديروا اشتراك في قناه بودكاست اريبيه. شكرا جزيلا على المتابعه حتى النهايه والسلام عليكم.